السائل من أرتيريا محجوب محمد يقول: ما هي صلاة الحاجة وكيف تصلى؟ لا أعلم أو لا أعرف شيئا يسمى صلاة الحاجة، وإنما المعروف صلاة الاستخارة. إذا أشكل على الإنسان أمر من الأمور المهمة وخفي عليه ما فيه المصلحة، فإنه يستخير الله بأن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بعدها بدعاء الاستخارة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.